طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول موضوع في اليوم العالمي للصحافة، كيف هو حال الصحفيين العراقيين، وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. يعيد اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أعلنته الأمم المتحدة في 3 آيار من كل عام منذ عام 1993 تسليط الضوء على الوضع المتردي الذي يعيشه الصحفيون في ظل الانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها، وعجز السلطات عن توفير الحماية اللازمة لهم. دعونا نتابع هذا التقرير حول اليوم العالمي للصحافة للصحفيين العراقيين، فلنتابع. واقع مترد تعيشه الصحافة في العراق في ظل عمليات الاستهداف وتكميم الأفواه التي تمارس لخنق الكلمة وحجب المعلومة، فقد باتت الصحافة المهنة الأخطر في البلاد بعد تعرض العديد من العاملين بها إلى عمليات قتل وخطف واعتقال متكررة، فضلا عن الاعتداءات والتهديدات التي تطال المؤسسات الإعلامية بشكل مستمر. وهذا المصور ما قاعد يقتادون قدامي. 233 حالة اعتداء طالت الصحفيين خلال عام 2021 بحسب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، بينما يحتل العراق المرتبة 163 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، أرقام تكشف الحال الذي وصلت إليه الصحافة في بلد بات يصنف بأنه الأخطر على العمل الصحفي على مستوى العالم. ويعزو إعلاميون وناشطون زيادة الاعتداءات على الصحافة إلى اتساع ظاهرة الإفلات من العقاب، بينما تتخذ الأجهزة الأمنية موقف المتفرج فيما يخص التهديدات المستمرة التي تلاحق الصحفيين، فضلا عن محاولة الحكومة إضعاف المؤسسات المدافعة عن الصحافة الحرة من خلال مقترحات مشاريع تحجم حرية التعبير. وإذا كانت الصحافة تعرف بأنها مهنة المتاعب، فإن الوضع في العراق لا يشبه ما يحدث في باقي مناطق العالم، فما تزال ماكينة القتل والخطف تطال الإعلاميين دون اعتبار للمهمة الجسيمة التي يقومون بها في نقل الحقائق والمعلومات إلى الرأي العام، أو احترام لحقوق أساسية من حقوق الإنسان كالحق في الحياة والحق في الحرية والتنقل والعمل والحق في الاتصال والإعلام. استهداف ممنهج للكلمة الحرة وخنق لأي صوت معارض، واقع مؤسف تعيشه الصحافة في العراق لتتعرض صورة الحقيقة للتغييب أو التحجيم في ظل هيمنة أحزاب السلطة على العديد من المؤسسات الإعلامية وعمليات التهديد والتضييق التي تمارسها الميليشيات لحماية نظام سياسي يجثم على جبل من الفساد والانتهاكات.
نعم، تابعنا هذا التقرير وكذلك الجرافيك حول حرية الصحافة في العراق. طبعا يظهر مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، والذي يقيم ظروف ممارسة هذه المهنة في 180 دولة ومنطقة في عام 2022 الآثار الكارثية. الدول العربية التي حافظ بعضها على نفس الترتيب، بينما تراجعت أخرى في الترتيب لأسباب توزعت ما بين قيود وممارسات حكومية وتضييق على العمل الصحفي، والأهم القتل والتغييب القسري بحسب مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة. فإن العراق تذيل قائمة الدول العربية حيث حل بالمركز 172 بعدما كان العام الماضي في المركز 163. وقال بيان للمرصد العراقي لحقوق الإنسان بأن حرية الصحافة في العراق أدنى بكثير مما يجب أن تكون عليه في بلد رفع شعار الديمقراطية منذ نحو 20 عاما، ويكفل الدستور حق التعبير عن الرأي ويلزم السلطات بحمايته. وأضاف البيان بأن أشر المرصد العراقي لحقوق الإنسان منذ الثالث من آيار مايو 2021 إلى الثاني من آيار مايو 2022 تناميا في نفوذ الأطراف التي لديها مصلحة في معاداة حرية التعبير وتقويض مساحة العمل الصحفي في العراق. طبعا سوريا جاءت في المرتبة 171، وجاءت فلسطين في المرتبة 170، وكذلك أن الصراع مع الكيان الصهيوني في المرتبة 86، يعني فرق كبير. وقوض حرية العمل الصحفي في السعودية 166، كانت العام الماضي 170، كذلك اليمن في المركز 169. أما مصر والتي كانت العام الماضي في المرتبة 166 تراجعت مرتبتين وأصبحت في المرتبة 168، تليها عمان 163. أما الكويت فقد تراجعت بشكل كبير بحسب المؤشر، بعدما كانت في المرتبة 105 أصبحت الآن في المرتبة 158، وحلت السودان في المرتبة 151، وليبيا 143، والمغرب 135، والجزائر 134. فيما تحسنت الظروف بحسب المؤشر في عمان التي تأتي في المرتبة 133، والإمارات 131، ولبنان 130، الأردن 120، وتونس في المرتبة 73. وفي الشرق الأوسط كذلك حل الكيان الصهيوني في المرتبة 86. كما أشرنا بأن المرصد العراقي لحقوق الإنسان قال بأن حرية الصحافة في العراق أدنى بكثير مما يجب أن تكون عليه في بلد يرفع شعار الديمقراطية منذ نحو 20 عاما. ومنذ عام 2003 وصولا إلى اليوم سجلت المئات من حالات قتل الصحفيين والإعلاميين وملاحقتهم واعتقالهم وحتى تغييبهم، وكذلك مداهمة مقرات وسائل إعلام وإغلاق بعضها. هذا وقال الصحفيون ومن بينهم ضحايا لهذه الانتهاكات خلال شهادات وإفادات قدموها للمرصد العراقي لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بأن السلطات والأحزاب النافذة والميليشيات المتنفذة تضيق على الحريات الصحفية ولم تتورع عن فعل أي شيء لإسكات الصحفيين وردعهم عن البحث في قضايا عديدة كالفساد وإساءة استخدام موارد الدولة وتغييب المعارضين وتغطية الاحتجاجات الشعبية. نعم، معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر كل عام وانت بخير، إن شاء الله ينعاد عليك بالصحة والسلامة مناسبة عيد الفطر المبارك. موضوع حلقتنا اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، هذا اليوم الذي أطلقته الأمم المتحدة في عام 1993. يعني لو تحدثنا بأن العراق يتذيل مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود ويأتي في مراتب متأخرة 173، فقط في العام الماضي يعني سجل المرصد العراقي لحقوق الإنسان 233 حالة اعتداء بحق الصحفيين في العراق. كيف ترى عمل الصحفي العراقي؟
بالبدايه استاذ عمر احد اهنيك كل عام انت بلش خير، واتمنى قناه الرافدين بلش خير ان شاء الله، والشعب العراقي والشعوب الاسلاميه بالعالم كله بلش خير ان شاء الله. امين يا رب. ان شاء الله يا رب. نعم. حياك الله. استاذ عمر، بالنسبه دور الصحافه، يعني قبل ما نجي بالعراق نتكلم، دور الصحافه بالعالم الغربي والعالم الشرق، يعني كلهم العدنا اللي موجودين نسمع عنهم حريه التعبير وحريه دور الصحفي والاعلامي اللي بالعالم كله، هم جهه يعني نعرف بانه ينقلون الخبر او الحدث اللي يصير يعني بالشارع او مؤسسات الدوله للشعوب، اللي ناس اكو ناس ما تدري. فمن نشوف هذا الاعلام، يعني الحكومه في اي دوله لها دورها، ممكن اذا كان عندها خطا تصححه، واذا كان عندها امور خاطئه يعني ممكن ان يعني تستغلها بامور احسن واحسن. ليش؟ خشيه من الاعلام انه يفضحهم، انه يبين هاي الامور عندهم كاذبه او باطله او غير حقيقه او مزيفه. فلكل الدول لها حماياتهم، يعني ما يقدرون يتعدون على اي اعلامي وعلى اي صحفي، لان اصلا جهات عليا تحاسبهم، قضاء، مؤسسات امنيه، دوائر امنيه، تحاسب اي جهه اللي تقدر تقمع الاعلاميين او الصحفيين في العالم. لكن للاسف احنا عندنا بالعراق هاي الامور ما موجوده. الاعلاميين عندنا بالعراق صاروا انه بدوا يعني يشردون او ينكتلون او تمنع اعتقالاتهم، يعني من قبل زعماء قيادات وميليشياتهم اللي شفناهم، صارت بالتظاهرات اللي صارت ثوره تشرين واللي لحد الان متواصلين. هاي الاعلاميين اللي ما عندهم غير سوى الكاميرا وسوى تحديدهم، يعني لا جاي بالسلاح ولا جاي انه يقتل، يعني يختار جهه. هو شخص مجرد ان يسمع راي شخص المقابله ويشوف الحدث اللي زين. ابو عمر، شلون نفسر ادعاء الحكومات المتعاقبه في العراق منذ العام 2003 ولغايه الان بانها يعني حكومات جاءت من رحم الديمقراطيه، وبان هناك دستور يكفل حريه التعبير ويكفل الصحافه، ونشاهد ونرى من خلال الواقع ومن خلال تقارير عالميه وتقارير محليه كل هذه الانتهاكات بحق الصحفيين العراقيين؟ استاذ عمر، يعني بالنسبه حريه التعبير وانه جاءت من رحم عراقي، ما يدعون ويدعون بانهم رجال مقاومه ورجال ابطال وزعماء. كيف يدعون برجال مقاومه ورجال ابطال انه حرروا العراق او قاتلوا امام هذا الاعلامي البسيط اللي هو ما يحلو غير العدسه او الكلام اللي راح ينقله؟ اي مقاومه يخافون هم عندهم، يعني مع العلم هم ناس عندهم سلاح وعندهم قوات، يعني يخافون من هذا الاعلامي الرجل البسيط اللي هو قاعد ينقل الحدث. فهذا الشخص اللي هو شخص يرعبهم. ليش استاذ عمر؟ لانه عندهم ناس كاذبين، ناس باطلين، لانه عندهم الحقائق اللي راح تظهر امام الشعب. اذا التخوف من الصحفي في العراق، يعني نحن نتحدث عن الصحفيين في العراق من قبل السلطات الحكوميه، هو تخوف نقل الحقيقه. الاستاذ هو تخوف يعني ولهذا ينتهك حق الصحفي في العراق، يطارد، يقتل. فلهذا استاذ عمر، يعني نشوف التخوف من قبل سلطه الاحزاب او قياداتهم او الزعماء، يعني ابسط ما يكون، يعني الاعلامي لا يكون محاسبته، لا يكون طرده، قبل يعني للاعتقالات او قتله. هذا مما يرهب ويسمع باقي الاعلاميين. نعم. انه عدم يعني الدخول في اي حدث يشاركه، انه المواطن الاعلامي من وجود الاحزاب المنفلته والسلاح المنفلت اللي قاعد يصير عندنا بالعراق، يعني كثير صارت عندنا حوادث من الميليشيات واعتقالاتهم، يعني حتى الكاميرات اللي موجوده يعني بالدور السكني اللي صارت، كيف اعتقلوا وكيف قتلوا الناشطين، كيف قتلوا الاعلاميين، اكو هواي صور مثبته، يعني حتى هذول دخلوا بيوتهم كسروا الكاميرات، ويعني عندنا مقرات انه للاعلاميين كيف دخلوا يعني مقراتهم كسروا يعني الاماكن الموجوده داخل الاعلام ودمروها. يعني اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا. ابو هلال من حلبشه، ابو هلال
كل عام وانت بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك. نتحدث اليوم عن الوضع الصحفي في العراق، ونحن نمر بذكرى اليوم أو حرية الصحافة العالمية. كيف ترى وضع الصحفي العراقي اليوم؟ اليوم العراق يعني يتذيل قائمة مؤشر حرية الصحافة، اليوم يعني 172 بالعراق في المرتبة 172 من بين 180 دولة، ويعني هناك انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين العراقيين، هناك يعني انتهاكات بحق حقوق الصحفيين في العراق. يعني الكثير من الصحفيين في العراق الذين يعملون داخل العراق أو خارج العراق، منهم الكثير لا يستطيعون الحصول على عضوية نقابة الصحفيين العراقيين. تفضل أبو هلال. أبو هلال تسمعني؟ أسمعك يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. عيدكم مبارك. علينا وعليكم. تحياتي للكادر والمذيعين كافة. شكرا جزيلا. قراتي أسمعك يا عمر. تفضل. كل عام أنتم بخير إن شاء الله. وأنت بألف خير، الله يسلمك ويخليك. أنا سألتك، سمعت السؤال. يعني عمر ترى بالعراق يعني الأحزاب ما يخلون الصوت، يجيبون صوت الناس يعني مساطين، حتى المكاتب يعني كلها راحت فجروها وما ظلت يعني شيء يعني. نعم أبو هلال. والله يعني عمر يعني الصحافة بالعراق يعني مظلومة، فرد الدولة صحفيين خطية يعني هيك يسوون يقدمون صوت المظلوم. نعم. قضايات. نعم. قضايات والله يعني عمر يعني أشوف يعني الوضع العراقي يعني كلش يعني أشوف هذا اللي نعم. حلبشة كردي من حلبشة بالله يعني أشوف ذول يعني بالله يعني يكسرون القلب. نعم. أنا أشكرك أبو هلال من حلبشة، كان معنا أبو علي من لندن. أبو علي كل عام وأنت بخير، إن شاء الله الصحة والسلامة، وينعاد عليك بالخير والسلامة بمناسبة عيد الفطر المبارك. نتحدث عن أحوال الصحفيين في العراق بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، كيف ترى الصحافة في العراق؟ يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير، صحة وسلامة إن شاء الله. علينا وعليكم. مساكين العراق بخير. آمين يا رب. اللهم فرج عن الأبرياء المساكين المسجونين، اللهم فرج عن هؤلاء بالمخيمات، ارجعهم إلى بيوتهم إن شاء الله. بالنسبة للصحافة، هؤلاء العملاء الخونة، سلطة الاحتلال، سلطة الميليشيات في الخضراء، ما يخلون الصحافة عمي، ما يخلون الصحافة حرة، لأنه يجي الصحفي يفضح عهرهم ودعارتهم، يفضح سرقهم ونهبهم. أي صحفي يجي يتكلم، أي صحفي يتكلم يعتقلوه، يسجنوه، بل يعدموه. هؤلاء مجرمين عمي، اتركنا هاي كلام الديمقراطية والحرية، دول ميليشيات إرهابيين، لا عندهم ديمقراطية ولا عندهم حرية. وكلمة الحق اللي يتكلم كلمة الحق ينسحق وينقتل وينعدم، ورأسا أربعة إرهاب، واللي يسرق 50 مليار 60 مليار هذا يتعزز ويتكرم، وبل هو يدخل في البرلمان ويدخل في الوزراء، وبل يصير رئيس جمهورية ورئيس الوزراء. الصحافة بالعراق صفر من وراء هؤلاء الميليشيات من سلطة الاحتلال. أخي مجموعة عصابات جاي تحكم العراق، شو تتوقع منها؟ تتوقع منها صحافة؟ لو تتوقع منها زراعة، لو طيب، لو تعليم؟ صفر. دول عملاء خونة جاي مشون أوامر الإرهابي الداعشي خامنائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح من بغداد. صباح، كل عام وانت بخير، إن شاء الله صحة وسلامة، وينعاد عليك إن شاء الله وعلى الأهل بالعافية والسلامة. صباح، نتحدث عن حرية الصحافة في العراق اليوم، ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة عالميا، ونتحدث عن وضع الصحفيين في العراق. يعني
الشمس ما تتغطى بغربال، يعني ليش دا يخافون من الصحفي اللي دا ينقل حقيقة اللي يجري في العراق؟ وأصبح المواطن العراقي اليوم يعني صحفي بحد ذاته عندما يشاهد تصريحات المسؤولين وهم يتفاخرون بسرقة أموال العراق وواحد يسقط بالثاني. فليش لما يطلع المسكين الصحفي إن كان مراسل ولا إن كان إعلامي في قناة ولا إن كان كاتب في صحيفة ورقية، لماذا الذي يطبل السلطات يصعد بسرعة واللي ماشي وينقل صوت الحقيقة يحارب يسقط؟ طبعا هي كذبة الديمقراطية اللي جابها المحتل الأمريكي وسلموها إلى أتباع إيران من حزب الدعوة وغيره اللي هم مهيمنين ومسيطرين على دفة الحكم بالعراق من 2003 ولحد الآن. فأي صحفي شريف وطني يطلع يحكي بحرية داخل العراق احنا نعرف مصيره ايش راح يكون. الاغتيال على ايد هي الميليشيات اللي تابعة للأحزاب الرئيسية، حزب الدعوة وبدر والمجلس الأعلى والعصائب وجيش المهدي وغيره. وصارت عدة حالات اغتيالات لصحفيين في العراق ومنها أطوار بهجته بالبصرة وغيره بكل المحافظات. نعم. هذا التكتيم الإعلامي للوطنيين. عبد الصمد الله يرحمه وصفاء نعم. نعم عدي أكثر من 100 شخص مراسل وصحفي وغيره. فالأحزاب الحاكمة ما تريد صحفي وطني يحكي بحرية عن معاناة الناس وعلى اللي جاي يصير الملفات الفساد الكبيرة مثل ملف فساد المخدرات، مثل ملف الفساد بالحشد الموجود، الميليشيات الولائية اللي جاي تشتغل عندها اجندات داخليه للايران وغيرها. فذولي ما يريد احد ينتقدهم، واللي ينتقدهم بالوقت الحاضر والسابق تم تصفيته. والقنوات الوطنيه ما لقينا اي قناه وطنيه داخل العراق اذا ما حرقوا المكتب مالتهم وفجروها ونهبوها. هي من اللي يفجر ويقتل؟ هم الميليشيات نفسها، سرايا السلام والعصائب وبدر وحزب الدعوة والنجباء وحزب الله، هم دولي اللي بيدهم السلاح المنفلت كتمهم الأصوات الحرة، حتى الأصوات الناشطين السياسيين. لأن الصحفيين قام يخافون على أنفسهم مصيرهم الاغتيال. الناشطين السياسيين اللي حكوا بوطنية وحرية شفنا مصيرهم احنا من ثورة تشرين اللي ب 2019 وعشرين شلون سووا بيهم من اغتيالات ومن خطف وحتى النساء بيهم. فهذول اللي موجودين. شلون تقيم الموقف العالمي من ناحية أنه اليوم يصدر مؤشر ويصبح العراق منذ سنوات بأنه في ذيل قائمة حرية الصحافة عالميا، ويشاهد ويرى اغتيالات بحق صحفيين وتهديدات وتقارير كثيرة إن كانت محلية أو دولية؟ كيف تقيم الموقف العالمي إذا تحدثنا بموضوع الصحفيين في العراق؟ أليس هناك ازدواجية نلاحظها بأنه بما أنه النظام في العراق هو نظام مدعوم يعني إقليميا ودوليا، فربما يعني يقول قال بأنه يغض الطرف عن هذه الانتهاكات بحق الصحفيين. أما إذا شاهدناها في بلد آخر تقوم القائمة إذا كانت هناك خصومة سياسية أو من باب تسقيط سياسي. كيف ترى الموقف العالمي من وضع الصحفيين في العراق؟ احنا المحتل الامريكي الرئيسي اللي متواجد حاليا وقواعد عسكريه ومسيطر على كل شيء، الامريكان احنا بلد محتل. فتشوف بهيمنه الامريكان على العراق، تشوف الراي الدولي والعالمي يلزم الصمت من كل التجاوزات اللي تصير بحق الصحفيين. ليش؟ لان امريكا موجوده بالعراق وما يريدون يجرحون مشاعرها اللي هي حاليا محتله للعراق. فشوف هذا التناقض. أما حقيقة هاي التقارير بالطبع احنا من نشوف ان الحكومة العراقية من هي تقتال الصحفيين وهي تسد القنوات وتحرقها بطريقة بشعة، اذا احنا نستحق المرتبة الأخيرة بهذا التقرير اللي حكيت به. أما أمريكان وما أمريكان ما يسمحون لأي شخص يحكي بوطنية ويساندونه ويدافعون عنه. أو حتى الصحف الأمريكية تتناول هذا الشيء أن الصحافة مضطهدة ويتم اغتيال أي صحفي وطني. أما الصحفيين ذول اللي هم حكيتوا بيهم، الصحفيين اللي ذيول الأحزاب، شوفهم شلون يصعدون ويستلمون القنوات الحكومية. هي القنوات تابعة للحكومة العراقية ما تابعة لحزب الدعوة وغيره، لأن الرواتب اللي جاي ياخذوها
في القناة العراقية وغيرها وأتباعها يأخذوها من أموالنا إحنا، من أموال العراقيين النفط، فتشوفهم تابعين للأحزاب ويمجدون بالشخصيات ويغضون النظر على كل ملفات الفساد الموجودة من اغتيالات وقتل واضطهاد وشغلة العفو العام وغيرها. ما نشوف أي شخصية بهاي القنوات الحكومية تتناول أي ملف خطير بالنسبة لما موجود بالعراق. أنا أشكرك صباح من بغداد كان معنا، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. إذن يحتفي صحفيو العراق باليوم العالمي لحرية الصحافة وسط معاناة كبيرة بسبب الملاحقات والتهديدات والانتهاكات المتواصلة وتقييد الحريات، بالإضافة إلى غياب الدعم من قبل السلطات. أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 اعتبار 3 مايو/آيار من كل عام هو اليوم العالمي لحرية الصحافة، ليكون فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة وتقييمها في كل أنحاء العالم والدفاع عن وسائل الإعلام أمام الهجمات التي تشن على حريتها والإشادة بالصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في أثناء أداء واجباتهم. معنا أبو خطاب من الأنبار. أبو خطاب أهلا وسهلا بك وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، يا رب ينعاد عليكم بالخير والسلامة. نتحدث عن حرية الصحافة في العراق، كيف ترى وضع الصحفي العراقي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. حياك الله، يا أهلا بك، أهلا وسهلا. كل عام أنت بخير، أنت بخير، صحة وسلامة، ينعاد عليكم بالخير والسلامة يا رب. والله أبو أستاذ عمر ماكو، وين الصحافة منتهية بالعراق؟ ماكو صحافة، وين الصحافة؟ ما ماكو، من يخليك صحفي؟ ماكو. نعم. وإحنا ما عدنا لمعنى، إحنا بس قالنا بل خبر وقالوا يوم العيد أكو بشارة بالعيد، أول يوم العيد العفو العام، العفو العام. وين شو ماكو لا عفو عام ولا خطا؟ انا اشكر كل ثلاث مرات اخابرك ابو سعد عمر. نعم. انا اخوت اثنين راحوا وابن اخوي. نعم. لا انفقدوا واخذوهم من الشارع وراحوا انفقدوا، ولا من 2016 لليوم. ماكو. الله يعينكم. يعني ما يعني يعني من اللي وزياء السجل المخبار، واحد مواليد 55 وواحد مواليد 51 ايام. هاي بال 2016؟ من 2016 شهر 12 2016. زين ما عرفتوا من اخذهم؟ ما خلص. ايه ما خلصنا لا حاسب لا ايه. لا مركز لا وحده لا عك، ما خلينا مكان وما رحنا دقيناهم حاسب. نعم. ما كلهم اي خبر ما. الله يعينكم. ايوه يعني راحهم يعني شياب ثلاثه يعني اكو غير اكو سبب الريد هم طيبين يقولون طيبين نتمنى اياهم مو يحاكمونهم يحاكمونهم بالعداله اذا هم مطلوبين صحيح ومطلوبين للحكومه يروح يحاكمونهم بس يحاكمونهم خلينا نشوفهم بس نشوف ما عندهم شيء يهدون يطلعونهم ايتين ينطون اياهم ثاني من نرتاح. ليش من 2016 عوائلهم ونسوانهم دايحوا وين 2016 لحد الان ماكو خبر اي خبر ماكو. الله يعينكم. وياهم هم ابن عمي النوب وياهم هم خذوهم بنفس اليوم. نعم. ولحد الان اربعه هم. اخوي اخوتي اثنين وابن اخوي وابن عمي. الله يعينكم. من يوم من 2016 لحد الان اي خبر ماكو. نعم.
الله يعينكم ابو خطاب وان شاء الله يعودون بالسلامه. انا اشكرك ابو خطاب من الانبار كان معنا. خلونا نقرا بعض التغريدات تحت وسم اليوم العالمي لحريه الصحافه وخاصه من المغردين العراقيين من الصحفيين ومن الناشطين. يقول ياسر الجبوري يقول هادي المهدي وهو طبعا صحفي عراقي يقول هو اول شهيد للميليشيات المنفلده كما قال في بغداد. يقول قتلوه داخل بيته أيام كانوا يتمتعون بحماية المالكي لإسكات أعلى الأصوات آنذاك وهو هادي. يقول شهيد الصحافة المفقودة. يقول اليوم هو ليس اليوم العالمي لحرية الصحافة في العراق، إنما المفروض يسموه يوم المطبلين العراقيين لما حصل للصحافة اليوم. يقول الإعلامي العراقي عامر إبراهيم يقول ببساطة الصحفي الحر الملتزم هو الذي يبلغ 50 من عمره دون القدرة على شراء منزل يؤويه وعائلته ولعائلته. أما الصحفي الذي سماه الفهلوي الحنقباز كما قال يقول فهو الذي يمتلك الأراضي والعقارات والأرصدة والسيارات قبل بلوغه 40 من عمره. يقول بصحة اليوم العالمي لحرية الصحافة. نعم. الإعلام العراقي محمد الكبيسي يقول منظمة مراسلون بلا حدود يصنف العراق كثالث دولة خطرا على الصحفيين. يقول بس تحكي على الفساد يجوك جماعة أبو جداحة يحرقوا لك القناة. أما الكاتب والباحث العراقي شاهو القرداغي فقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان يقول حرية الصحافة في العراق أدنى بكثير مما يجب أن تكون عليه في بلد رفع شعار الديمقراطية منذ نحو 20 عاما ويكفل دستوره حق التعبير عن الرأي ويلزم السلطات بحمايتهم. نعم. ريكارد كرم يقول في هذا الجو الفاسد قلبا وقالبا والمشحون بالتضليل الإعلامي تحية إلى كل صحفي ولو كانوا قلائل. يقول ما يزال يعترف بقدسية المهنة، يؤمن بقيم الحرية والصدق والحقيقة، فيما القسم الأكبر يقامر بصوته وقلمه في سبيل العلب المعقودة بشرائط من المال. صبحية تقول في اليوم العالمي لحرية الصحافة تحية لكل صحفية وصحفي لم يتواطؤوا مع السلطة ولم يغيروا يوما في مبادئهم ومهنيتهم من أجل أي زعيم سياسي. تحية لكل من حافظ على رفع سقف الحرية إلى أقصى الحدود. ثائرة العقيدي نشرت بعض صور الإعلاميين الراحلين العراقيين منهم الأستاذ الكبير الراحل نهاد نجيب. تقول رحلوا لكنهم سيبقون الصورة المشرقة للإعلام العراقي المتألق على مرأة الأجيال، نستذكرهم ونترحم عليهم. طبعا رحم الله كل يعني من رحلوا عن الدنيا من الإعلاميين والصحفيين وعن الشهداء الذين سقطوا على أرض العراق، أحمد عبد الصمد وهادي المهدي وصفاء غالي وغيرهم من شهداء الكلمة. جمهورية المقاريد يقول في مثل هذا اليوم 8 من شهر أيلول عام 2011 يقول اغتيل هادي المهدي بكاتم صوت في بيته في بغداد. يقول 9 سنوات ولم يتم الكشف عن قاتله لليوم. بغداد ثورة تشرين الحرية. عمر الجنابي الصحفي العراقي يقول في مثل هذا اليوم المبارك متى سيتمكن كل الصحفيين وصناع الرأي من مشاركة عائلاتهم الأفراح والأعياد دون أن تطاردهم بنادق السياسة والفساد، يتساءل. نعم، سوف نأتي تباعا على التغريدات ونتابع معكم حلقة اليوم أعزائي المشاهدين. طبعا تهديدات وانتهاكات وعن أبرز معوقات العمل الصحفي كما جاء في تقرير لموقع الجزيرة نت. يتحدث رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جل مرعي يقول بأن الصحفي العراقي يواجه جملة من التحديات منذ العام 2003 وحتى اللحظة، وكانت هناك مراحل صعبة للغاية وصلت إلى التصفية
الجسدية. في حديثه كما أشرنا للجزيرة نت أكد مرعي بأن العراق فقد ما يزيد عن 500 صحفي منذ العام 2003 في ظروف مختلفة بسبب العديد من الانتهاكات الحكومية وانتهاك القوات الأجنبية، عدا عن تهديدات التنظيمات المتطرفة، وتحولت الأمور لاحقاً إلى ملاحقات قضائية وتهديدات وترهيب. يتحدث مرعي عن الانتهاكات الأخرى التي تطال الصحفيين من مصادرة المعدات والمنع من التغطية وتحطيم معداتهم كالكاميرات وأخذ أشرطة الفيديو والتمييز بين مؤسسة وأخرى والإبعاد عن العمل بطريقة تعسفية والتأخر في دفع الرواتب والامتناع عن تسديد مستحقاتهم المالية والتمييز بين الموظفين والتنمر عليهم وتهميج دور المرأة الصحفية وتعرضها لمضايقات داخل بعض المؤسسات، وينوه إلى وجود أشكال من الانتهاكات المرتبطة بعدم فهم دور الصحفيين ووسائل الإعلام، حيث يتم عادة منع الفرق التلفزيونية من العمل بحرية في الشارع والتجاوز عليهم من قبل عناصر الأمن كما في بعض نقاط التفتيش من دون اعتبار ذلك سياسة ممنهجة، ويعتقد بأنه سلوك فردي بحاجة إلى المتابعة المستمرة من الجهات المسؤولة. يعزو رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية سبب استمرار تصاعد الانتهاكات رغم مرور عقدين على التغيير إلى شكل النظام السياسي غير الواضح وتعدد قوى النفوذ في العراق. يقول بلد لم يصل إلى مرحلة الاستقرار الكامل بعد، ولا تتحكم الدولة ومؤسساتها كما يجب أن تتحكم بمجريات الأمور، لأن هناك بالفعل المزيد من الانتهاكات التي تحصل من جهات نافذة متعددة تستعلي على القوانين والدستور، وهذه مشكلة معقدة يقول في الواقع لم يجد لها حلا إلى الآن، أو لم يتم إيجاد لها حلا إلى الآن. يبين بأن التجارب المتراكمة والتسليم بالأمر الواقع والشعور بعدم الجدوى وإصرار البعض على ممارسة سياسة التنكيل والضغط جعلت من الصعب على الصحفي العراقي أن يتفائل كثيرا، وصار عليه أن يمارس عمله في ظروف يعرف بأنها معقدة، ويلفت إلى أن هذه الظروف أثرت سلبا وحدت من إمكانيات الوصول إلى نتاج مميز، لكنها كانت حافزا في بعض الأحيان لعديد منهم على الإبداع وعدم التفريط بالفرص القليلة بالرغم من الأوضاع الاقتصادية سيئة للغاية ولا تبشر بأمور جيدة. معنا اتصال أبو عبد الله من صلاح الدين. أبو عبد الله كل عام وانت بخير، صحة وسلامة إن شاء الله بمناسبة عيد الفطر المبارك، ينعاد عليكم بالخير والسلامة. الله يسلمك ويخليك. الله يسلمك ويسر عليك. آمين يا رب لنا ولكم أجمعين. البرنامج يحكي عن الصحفيين. نعم. أكو كثير من القنوات من البداية من تطلع هي صحافة وإعلام من تطلع تحكي عن هذه الدولة. مرة فترة تسكت. يعني شو خلينا نقول الصينوية الدولة. أي. يعني حتى الصحافة صارت مع صحفي لك مع احترامات شخصك أنت. نعم. صارت قشمرة بقشمرة. كذب بكذب. ويقول لك صحفي الصحفي حتى الصحفي الماشي ماشي أموره لازم تابع الحزب. أي. للأحزاب، تابع للأحزاب أمورهم ماشية. المتابع للأحزاب يحكي مصالح العراق. هاي أقرأ عليه السلام هذا يومين ثلاثة يا سالوك كاتم وراح انتهى. ويطلع اسمه الكاظمي مصطفى الكاظمي يقول لك والله راح نحقق بالجريمة، وكذب بكذب كذب بكذب، لأنه هو رئيس وزراء يكذب. أنت شفت من الحاشية؟ نعم. يعني هاي كم صحفي عندنا كتب وقال مصطفى الكاظمي شكل لجنة، يعني اللجنة من اللجنة؟ هتطلع لجنة يشوفهم منو؟ يعني كثير صحفيين راحوا، كثير إعلاميين راحوا. نعم. كوجن ينطق الحق، ينطق الحق ويقول لك اكو فلان فساد، فلان كذا دائرة فساد، فلان وزارة فساد. نعم. ما يريدوا. هذا والصحفيين تعتبر سلطة رابعة، والسلطة الرابعة كل دور مالها بالعراق. نعم. وياي استاذي؟ وياك أبو عبد الله وياك. زين الحل شلون؟ الصحفي ما يقدر يسولف، العامي ما يقدر يسولف، الحل يعني الشعب شنو هذا جبن مال هذا الشعب؟ من الصحافه والفساد والجرائم. نعم. واكو كثير جزء من الصحافه تستر عن الجرائم وعن الفساد الاداري وعلى كلها. ما مقابل مبالغ ماليه تسكت عنها.
يعني انت مو يقول لك نزاهه، انت تروح عند نزاهه يقول لك لا روح على المحكمه. يعني انت عليك تفتح نزاهه هذا؟ عزل عزل وامشي، عزل وامشي. انا صارت وياي يعني انا على احتياط. نعم. رحت للنزاهه يقول لي مو يمي، رحت للمفتش العام يقول مو يمي. رحت على كل المبدلين اطلع على الاعلام بس حكي، يقول لي ايه صار تدلل شرب شرب، يقول لك لا لا تشال الحكي مو مصالحك. هسا احكي قضيتك ابو عبد الله، شنو القضيه اللي صارت وياك؟ شنو يعني صارت قضيه وياي؟ ابسط شيء عندي معامله مال تعويضات. معامله مال تعويضات صارت معامله بيت ومعامله مزرعه. تروح للقاضي يقول لك القاضي روح سوي هاي، هاي من المقامية وهاي من الزراعة، هاي من الطاب وهاي من الزراعة، هاي يقيمهم محامي وهاي يقيمهم محامي. على القاضي يجي موظف، موظف يعني موظف يقول للمحامي ما يصير اسم واحد. يعني هسه انا عندي خمس بيوت والخمس بيوت انفجرت والخمس بيوت يعني ما يصير عليه تعويضات، لازم واحد. اي قانون هذا؟ نعم. هو من دمر العراق؟ دمر العراق وخلاص. الله المهم. أنا أشكرك أبو عبد الله من صلاح الدين كان معنا. معنا أبو سمية من الأنبار. أبو سمية كل عام وأنت بخير، صحة وسلامة إن شاء الله، من العائدين المقبولين يا رب ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة. نتحدث عن حرية الصحافة في العراق بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في العراق. كيف تجد وضع الصحفي؟ يعني بحسب المرصد، مرصد حقوق الإنسان في العراق أو الحريات الصحفية في العراق، تحدث رئيسه وقال بأن 500 صحفي، يعني أكد بأنه أكثر من 500 صحفي يعني قتلوا في ظروف مختلفة بسبب قوات الاحتلال أو بسبب يعني الجماعات المتطرفة كما قال، بسبب الانتهاكات الحكومية. يعني فقد ما يزيد عن 500 صحفي من العام 2003 ولغاية الآن. تفضل أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تقبل الله منا ومنكم من صالح الأعمال. منا ومنكم. وكل عام آمين. وأنتم بخير. وأنت بخير. وكل عام ونحن بعيدون عن هذه الحكومة الفاسدة. حرية الصحافة في العراق أمر مغشوش. هذه خدعة خدعوا بها الرأي الحر. قبل كل شيء يا سيدي، هذه الحكومة عندما أتت وحكمت العراق تبجحت أمامنا بأن النظام البائد كان يمنع الحريات وكان يمنع حرية التعبير عن رأي، وادعوا أنهم سيأتون بحكومة ديمقراطية، حكومة تأتي بحقوق الإنسان. لكن الذي رأيناه على العكس. الحكومة التي أتت لنا بالديمقراطية، والديمقراطية حسب ما فهمناها إن كانت حقيقية أتتنا من دول الغرب، نرى أن الديمقراطية، الديمقراطية في دول الغرب في بريطانيا وأمريكا وغيرها، نرى أن الصحفي يعلق كما شاء ويعبر وينتقد كما شاء، إلا إذا انتقد شيئا أو قال شيئا يمس أمن البلد فهنا قد دخل بالممنوع. أما في بلدنا يا سيد الكريم فقد ادعوا حرية الصحافة وحرية التعبير عن رأي، لكنهم بدأوا ينقلبون على حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي شيئا فشيئا. حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي في هذا البلد أو عند هذه الحكومة الفاشلة الفاسدة المستبدة، التعبير يكون بانتقاد خدمات الماء مثلا، بانتقاد شارع، بانتقاد شارع لم يبلط، أو بانتقاد حديقة عامة لم يتم الاعتناء بها. أما أن تنتقد سياسة الدولة أو أن تنتقد برلمانيا أو أن تنتقد وزيرا بسبب سوء أدائه أو بسبب فساده، فهذا يعتبر خط، يعتبر خطا أحمر، وهذا يعتبر قد خرق السيادة. وهنا تقوم الدنيا ولا تقعد. لماذا؟ لأن الصحفي الفلاني قد انتقد حزبا أو انتقد مسؤولا أو قد انتقد وزيرا في هذه الحكومة الطائفية المستبدة الفاشلة. أنا أشكرك أبو سمية وأعتذر منك على المقاطعة لانتهى وقت البرنامج. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول وضع الصحفي العراقي في اليوم العالمي لحرية الصحافة. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله، في أمان الله.